مدرسه المنتزه الخاصه معاكم ميس همت مدرسه الصف الخامس. هنشتغل النهارده تيست 4 على هنشتغل تيست اون يونت 4. هنراجع يونت 4 مع بعض. يلا listen and circle. listen and circle number 1 عندي في المربع فيه candle bottle. هنختار هنعمل سيركل على bottle rattle paddle. rattle paddle اعمل سيركل على paddle bicycle paddle. bicycle paddle هنعمل سيركل على paddle. يلا حبايبي شاطرين ننقل على السؤال اللي بعده. listen and complete. listen and complete. سارة وآية. سارة where were you yesterday؟ آية I was at the park. I was at the park. سارة is it far؟ is it far؟ آية not really. walk two blocks. walk two blocks. سارة it's on the left or is it on the left or the right sorry is it on the left or right ايه it's on the left. it's on the left. يلا يا حبايبي السؤال الثاني. circle the word and replace it with a correct one. يعني هنشيل الكلمه المختلفه ونحط مكانها كلمه ثاني. واحنا بنحل السؤال ده لازم نفكر كويس قوي كده ونركز. نبتدي نشوف مجموعه الكلمات اللي عندنا ونشوف الميننج بتاع المعنى بتاعها ونبتدي نشوف. يعني اول واحده ايج بانانا ابل فيلم. نفكر كده تاني. ايج يعني ايه؟ يعني بيض. بانانا يعني موزه. ابل يعني تفاحه. فيلم يعني فيلم. يبقى كلهم اكل ما عدا كلمه فيلم هي اللي مختلفه. ايوه يبقى هنشيل فيلم هنعمل سيركل على فيلم ونحط مكانها ايه؟ تشيبس. نحط مكانها بوتيتو. نحط مكانها بيتش اي نوع من انواع الفاكهه او من انواع الاكل. ميت باس باي تيرتل ترين. باس باي تيرتل ترين. باس يعني اتوبيس. بايك يعني دراجه. تيرتل يعني حيوان. انيمال ترين يعني قطار. يبقى انا شايفه ان كلهم ترانسبورت مينز وسائل مواصلات ما عدا تيرتل. قلنا الكلمة المختلفة تيرتل يبقى نحط أي وسيلة مواصلات. نختار كار. نيجي للي بعده نمبر 3 بيك تشيس تشوبد كوكد. بيك دي يعني إيه؟ خبز. تشيس شطرنج. تشوبد يقطع. كوكد سوري شوبد قطع ماضي باست سامبل نخلي بالنا من التنس. كوكد طبخ باست سامبل. يبقى هنختار مين؟ تشيس ونحط مكانها كلمة تاني أي فيرب في الباست سامبل. مثلا نختار إيه؟ أيوة فكر كده. played برافو. نيجي على اللي بعدها turtle tiger English cat. turtle قلنا إيه؟ سلحفاة. tiger نمر. English مادة الإنجليش. cat قطة. يبقى فين الكلمة المختلفة؟ نفكر كده كلهم حيوانات except English language لغة. يبقى انا هشيل انجلش واحط مكانها لايون. لايون اللي هو الاسد. طيب send friend ride download. send ارسل. friend صديق. ride يركب. download يحمل. يحمل فيديو او يحمل حاجة على التليفون. طيب ايه الكلمة المختلفة هنا؟ friend كلهم verbs افعال except friend noun ما عدا friend اسم. يبقى انا هشيل مين؟ هشيل friend واحط مكانها اي verb. مثلا نختار ايه؟ eat go sleep. اي verb يعجبك تحطه مكانها. تمام يا حبايبي؟